تعالوا بقى نروح على مراسلنا العزيز صاحب الوجه البشوش مينا ماهر الموجود حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان نتابع معاه ايه اخر اخبار ومستجدات النادي الاهلي والفرق الرياضيه المختلفه في النادي الاهلي. مينا صباح الخير عليك وكل سنه وانت طيب. صباح الخير يا كريم. صباح الخير يا نهوان. صباح الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد و10 الصبح في الاهلي وان شاء الله يكون يوم مليان بالخير والتفاؤل على كل الناس. كل سنه وانتم طيبين وكل سنه وكل الساده المشاهدين بالف صحه وسلامه. وانت طيب يا مينا وبتمنى لك كل الخير يا رب. قول لنا بقى ايه الاجواء الموجوده عندك في النادي الاهلي ونسبه الحضور الاعضاء عامله ازاي؟ الوضع بشكل عام فيما يتعلق بالفرق الرياضيه المختلفه. خليني يا كريم في الاول ابدا انا هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره عايز ابدا كلامي بالحديث عن الاجراءات الاحترازيه. بصراحه الاجراءات الاحترازيه في مقر النادي الاهلي بالجزيره هنا مشدده للغايه. يمكن منذ دخولي لمقر النادي انا يعني مرورا ببوابات التصدير والتعقيم يعني كمان افراد الامن في النادي عدم التخلص من الكمامه باي شكل من الاشكال الا في حاله أي شكل مثلا من الأشكال يعني الا في حاله مثلا يعني اعضاء غير كده اجراءات احترازيه غير كده اجراءات احترازيه مشدده بالكامل. يمكن بقى اروح للحاله المروريه والطقس. يمكن الصبح كان في شبوره كثيفه جدا يمكن كلنا لاحظناها وخدنا بالنا منها لكن ده يعني ما سببش يعني ازدحام كبير على محور 26 يوليو او على كوبري 6 اكتوبر. يمكن طريق المعتاد من مصر الجديده لنادي اهلي مقر الجزيره خد حوالي 20 دقيقه. قبل بقى ما اخش في الاخبار عن الفرق الرياضيه في النادي عايز اتكلم عن مباراه اليوم. يمكن النهارده فريق النادي الاهلي في دور ال 32 هيقابل فريق سوني ديب بطل النيجر. يعني يمكن عايز اكلمكم شويه عن فريق سوني ديب. امبارح كنت في مقر اقامه الفريق. يمكن الاجواء هناك حماسيه. الفريق متحمس ان هو هيواجه النادي الاهلي. مبسوطين دايما بيشغلوا اغاني دايما يعني مبسوطين وفخورين ان هم هيقدروا يواجهوا فريق النادي الاهلي. يمكن كان في تصريح لرئيس البعثه محمد صلاح شيجا كان بيقول ان فخر لكل لاعبي الفريق في الجيل الحالي ان هم يلعبوا فريق النادي الاهلي وكمان انه يحكوا لاولادهم وعائلتهم ان هم في يوم من الايام جم القاهره ولعبوا فريق النادي الاهلي. يمكن كان معايا كان ليا تصريح مع محمد بشار المدير الفني لفريق سوني ديب اللي سالته احساسك ايه وانت هتواجه بطل القرن الافريقي ورقم واحد في افريقيا. كان بيقول لي انه ان بكره ان شاء الله الحلم هيتحقق وبالنسبه لي ان انا هواجه فريق النادي الاهلي. فريق كنت دايما بشوفه في التلفزيون دايما بشوف مبارياته لكن عمري ما كنت احلم ان انا الاعب فريق النادي الاهلي. سالته كمان عن التحضيرات لمباراة اليوم قال لي انه احنا دايما بنشوف النادي الاهلي في التلفزيون لكن احنا دلوقتي خلاص بنواجه النادي الاهلي بالفعل. حاولنا ان احنا نستعد على قد ما نقدر وكمان اشاد بالاجراءات الاحترازيه المشدده اللي كانت في تدريباتهم على ملعب مقر النادي الاهلي بمدينه نصر او امس على استاد الاهلي والسلام. دي بالنسبه لكواليس فريق سوني ديب. اما بقى استكمالا لاخبار فريق كره بالنادي الاهلي يعني يمكن انا هنا خلفي في ملعب مختار التتش. يمكن وجود خبر صار ان وجود اللاعب كابتن محمد هاني وكابتن رامي ربيعه بعد طبعا تعافيهم من اصابه من فيروس كورونا وكمان بيشاركهم كابتن محمد محمود وكابتن وولتر بوليا اللاعب المنضم حديثا لفريق النادي الاهلي. نروح بقى للفرق الاخرى بالنادي الاهلي. يعني يمكن عندنا سلسله من الانتصارات. نبدا بناشئات الاهلي 16 سنه حققوا فوز على فريق نادي الشمس بنتيجه 45 مقابل 27 ضمن فعاليات بطوله منطقه القاهره. وايضا شباب سله الاهلي 18 سنه حققوا فوز قوي جدا على نظيره فريق مدينه نصر نتيجه 81 مقابل 20 ضمن فعاليات ايضا بطوله منطقه القاهره. وناشئين يد الاهلي 2006 ألف فازوا على نادي الزمالك بنتيجه 28-14 ده ضمن فعاليات دور 32 من بطوله كاس مصر. وايضا ناشئين بنات يد الاهلي 2006 ألف فازوا على نادي الزمالك ايضا بنتيجه 28 مقابل 25 ضمن فعاليات بطوله الجمهوريه. وايضا بنات يد الاهلي 2006 ب فازوا على فريق نادي الطلبيه بنتيجه 18-11 ضمن فعاليات بطوله الجمهوريه. وايضا بنات يد الاهلي 2002 حققوا فوز قوي جدا على فريق سموحه بنتيجه 26 مقابل 23 ضمن فعاليات بطولة منطقة الجمهورية. استكمالا لسلسلة الانتصارات اخيرا وليس اخيرا فريق طائرة الاهلي بنات حققوا فوز على وادي دجلة. بصراحة كانت مباراة قوية جدا قدر النادي الاهلي ان يفوز بنتيجة 3 اشواط مقابل شوطين ضمن فعاليات بطولة منطقة القاهرة.
دي كانت اخباري وكواليسي هنا مقر النادي الاهلي بالجزيره. لو في اي استفسارات او اسئله انا معاك يا كريم، معاك انا هون. اللطيف انه وانت بتتكلم معانا وبتقول لنا الاخبار، كانت الثلاثي اللي انت ذكرتهم يعني بيجروا الاحماءات. يا مينا ما تروح كده بالمايك يا مينا والكاميرا واخطف لنا كام لقاء كده، ده احنا شايفينك من عندنا يعني يا مينا. ده شرف لي، ده شرف لي طبعا. بس دلوقتي في وقت التدريبات وولتر بواليا ورامي ربيعه ومحمد هاني ومحمد محمود. انت لو بصيت وراك هتشوفه انت شخصيا. يعني برضو لو الزميل المصور يركز لنا كده عليهم ونشوف ايه الاوضاع يبقى شيء لطيف. احنا عايزين بس نعيش مع حضراتكم معاك يا مينا طبعا الاجواء كاننا موجودين دلوقتي، كان كل المشاهدين والجمهور بيتابعنا. بالظبط بالظبط، يجيب اللاعبين للساده المشاهدين عشان يبقى اسمنا تابعنا جزء من تمرينهم برضه. مستبعدين من القايمه، هم مستبعدين من قائمة فريق نادي الأهلي اليوم، ولكن التدريبات شغالة على قدم المسار مستمرة أكيد طبعا راحة. يعني يمكن كمان خبر صار لينا أن اللاعب كابتن محمد هاني وكابتن رامي ربيعة وصلوا التدريبات من جديد. جميل، يبقى احنا كده بنتابع مع حضراتكم على الهواء مباشرة. يعني كل المستجدات فيما يتعلق باللاعبين العائدين من الإصابة أو العائدين بعد فترة التوقف، وحاجة لطيفة جدا ان احنا نشوف معاكم الكلام ده لايف. احنا طبعا يا مينا بنشكرك شكرا جزيلا على كالعادة طبعا، اولا على بشاشة وجهك المعتادة، وثانيا على التفاصيل اللي كل مرة الحقيقة بتمدنا بيها في كل تقرير خاص بيك. بنشكرك شكرا جزيلا. شكرا ليك يا مينا.